السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل دلوقتي موضوع السيركل أو الدايرة. فلنفرض دلوقتي إن أنا عايز أعمل الدوائر دي، بروح لأداة السيركل، الراديوس هنا 3، ببتدي السنتر بوينت وبعدين بكتب 3 في سطر الأوامر وبعدين انتر، فبيترسم لي سيركل الراديوس بتاعه 3. هرسم سيركل بريديوس بتاعه أو نصف القطر بتاعه 6، بعمل كليك عشان نعمل السنتر بوينت وبعدين بكتب 6 في سطر الأوامر وبعدين انتر، فبيترسم لي دايرة نصف القطر بتاعها 6. عندي هنا الدايرة دي القطر بتاعها زي ما احنا شايفين، ده القطر بتاعها 8، فانا برسم دايرة القطر بتاعها 8، بختار السنتر بوينت هنا وبعدين بعمل رايت كليك واختار الديامتر واكتب 8 سطر الاوامر وبعدين انتر، فبيرسم لي دايرة القطر بتاعها 8. القطر بيعتبر كسب اوبشن او امر فرعي من اوامر السيركل. لو رحنا لقائمة السيركل بلاقي هنا وعملنا ليفت كليك على السهم النازل تحت، بلاقي مجموعة من الفاليوز. يعني هنا برسم سيركل بمعلومية السنتر والريديوس، برسم سيركل بمعلومية السنتر والديامتر، برسم سيركل بمعلومية نقطتين، برسم سيركل بمعلومية 3 نقط، اوكي. برسم سيركل بمعلومية هنا 10 راديوس، 10 يعني التانجنت اللي هو المماس، اوكي، نقطتين مماس ونصف قطر، 3 نقط مماس اللي هو 10 10 10، اوكي. يبقى اذا دي اللي هي الانواع السيركل اللي انا ممكن برسمها.